استقبل رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش، وذكر بيان لمكتب رئيس الجمهورية أن الجانبين بحثا الوضع السياسي في العراق في ضوء الانتخابات وعملية إعادة الفرز والعد اليدوي، وكذلك في ظل أجواء التظاهرات الشعبية المطالبة بالإصلاح والمدعومة من قبل المرجعية الدينية، وأيضا في ظل أجواء إقليمية ودولية ساخنة تتطلب المزيد من العمل الجاد والمسؤول لصالح تجاوز هذه المرحلة والشروع بعملية إصلاح شاملة.